حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة وعلى مدار ساعتين أصحابكم أنا محمد صياد والزميلة دانيا مصالحة. مساء الخير دانيا. وفيما يتعلق بالاتفاق التاريخي بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، إذن يحطون في واشنطن ليأذنون بانطلاق حقبة جديدة في الشرق الأوسط، والبيت الأبيض مرة أخرى يشهد توقيع معاهدة سلام وإن تغير سيده، وكذلك الظروف التي تلف المنطقة. لكن هذه المرة يكون شاهدا على اتفاقيتين دفعة واحدة بين إسرائيل ودولتين خليجيتين هما الإمارات والبحرين. إذن الشرق الأوسط يدخل يوم غد مسارا جديدا يرسم في واشنطن في خطوة تقوض الإجماع العربي بشأن القضية الفلسطينية. اتفاقيتان منفصلتان لتطبيع العلاقات أطلق عليهما أمريكيا باسم اتفاقيات أبرام، تيمنا بالنبي إبراهيم الذي يعتبر أب الديانات الثلاث اليهودية والمسيحية والإسلام. في المقابل الأراضي الفلسطينية تتشح بالسواد ودعوات للاحتجاج ضد ما وصفوها بالصفقات المخزية في ظل تصدع مبادرة السلام العربية التي رعتها السعودية، مبادرة تدعو إلى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 67 مقابل تطبيع العلاقات. اتفاقيات لا تخلو من معارضة داخلية لا سيما في البحرين وخلافات حول شروط هذه المعاهدات في الإمارات. إذن نتابع هذا التقرير. الشرق الأوسط يدخل مسار حقبة جديدة عندما توقع دولة الإمارات ومملكة البحرين اتفاقي تطبيع العلاقات مع إسرائيل في واشنطن في خطوة تقوض إجماع العالم العربي بشأن القضية الفلسطينية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المقرر أن يشرف خلال احتفال في البيت الأبيض على توقيع مسؤولين إماراتيين وبحرينيين ورئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على الاتفاق. وعلى عكس وفود الإمارات والبحرين سيكون نتنياهو السياسي الوحيد الذي يمثل إسرائيل في الحفل. كل هذه الاتفاقيات ستبرم بعد جهد كبير بذل من وراء الكواليس لسنوات، لكنها تحققت بمساعدة مهمة من صديقنا الرئيس الأمريكي ترامب، وأود أن أشكره وموظفيه على هذه المساعدة الهامة. فالإمارات على سبيل المثال أوفدت ما لا يقل عن 4 وزراء بالإضافة إلى وزير الخارجية عبد الله بن زايد. الوفد البحريني سيقوده وزير الخارجية عبد اللطيف بن زايد الزياني، وسط توقعات بأن يولد التطبيع تعاونا مثمرا بين اقتصادات الدول الثلاث في مجالات عدة من بينها الأمن والأعمال والطاقة والعلوم. المجر أعلنت أن وزير خارجيتها سيصل إلى واشنطن لحضور حفل توقيع الاتفاق، مشيرة إلى أنه سيكون الدبلوماسي الأوروبي الوحيد في الحفل. أرحب بضيوفنا الكرام سيد دانيا أيلون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، أهلا بك. ومن رام الله عبر خدمة سكايب دكتور نبيل عمر مستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات وأيضا وزير فلسطيني سابق، أهلا بك. وكذلك بشبكة مراسلين وينضم إلينا أدهم حبيب الله من رام الله، لكن قبل ذلك نذهب إلى واشنطن وعمر المقداد الصحفي، أهلا بك وموفد آي 24 نيوز. إذن نعم، بداية نبدأ عمليا هذا النقاش من واشنطن لديك عمر، يعني حدث يشغل منطقة الشرق الأوسط، كيف هو الحال في واشنطن؟ يعني هل هنالك صدى داخلي لمراسم توقيع اتفاقيات السلام أو اتفاقيتي السلام الإسرائيلي والإماراتي؟ ومن هي الدول العربية المتوقع حضورها بعدما أعلنت المجر كدولة أوروبية وحيدة في حضور هذه المراسم؟ نعم صحيح، هي المجر الدولة الأوروبية الوحيدة التي ستحضر من خارج الوفود المعنية باتفاقية السلام، الإمارات البحرين إلى جانب الوفد الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو. الأصداء في واشنطن يعني لا تزال الترحيب بعملية اتفاقية السلام، أي سلام هو سلام جيد على حسب تعبير الكثيرين. وكنت أتحدث منذ قليل مع
بعض المختصين هنا كانوا يقولون لي بأن هذه خطوة تاريخية ستسعى الإدارة الأمريكية الحالية لاستثمارها بشكل جيد في الانتخابات القادمة، كون أن الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يستغل هذا الأمر أيضا لصالحه في الانتخابات القادمة. السلام حاليا الدول التي تم الإعلان عنها وهي الإمارات وأيضا انضمت لها البحرين كما تعلمين، إلى والطرف الثاني هو الطرف الإسرائيلي. لا يوجد حديث حتى الساعة أو معلومات مؤكدة عن انضمام دول أخرى إلى قائمة هذه الدول التي ستوقع اتفاق السلام غدا هنا في البيت الأبيض. نعم، شكرا لك عمر البغداد. انتقل إليك أدهم حبيب الله، عمليا أنت في رام الله، هل من ردود فعل شعبوية ملموسة في الميدان أم الناس عمليا مشغولة في أمور أخرى كالتي يعني تتبوأ صدارة كالكورونا في هذه الأيام؟ نعم يا عبيدة، نحن نتواجد هنا في مدينة رام الله، حتى الآن يعني لا يوجد أي تصريحات فيما يتعلق بالتظاهرات الشعبية أو فيما يتعلق بتنظيمات معينة، ولكن يعني كما استمعنا في صبيحة هذا اليوم هناك دعوات لإقامة تظاهرات أو انتفاضة شعبية كما أطلق عليها نبيل الشعث قبل يومين. وبالتالي أيضا إذا ما نظرنا إلى الخارج إلى لبنان، فإن الفصائل الفلسطينية هناك دعت يوم غد إلى يوم غضب في أعقاب توقيع هذه الاتفاقية. نشير إلى أن وخلال اليوم يعني بالطبع كانت هناك بعض المسائل المتعلقة في هذه الاتفاقية، كانت هناك جلسة ما بين القنصل الإسباني ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والذي وصف هذه الخطوة على أنها خطوة يعني لا تأتي في السياق أو في صالح الفلسطينيين في هذه المرحلة، ويطالب إسرائيل يطالب الدول العربية بالتراجع بالطبع عن هذه الخطوة، علما أن أيضا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد جتيي قال خلال اليوم أن جامعة الدول العربية ليست جامعة إنما هي مفرقة لكل الأصوات، وهو يقول يعني أن هذه الجامعة والتي رحبت بهذا القرار وأيضا صنعت أيضا إسقاط المشروع الفلسطيني قبل أسبوع على أن هذه الجامعة فقدت دورها في هذه المرحلة. هذه التصريحات لمحمد دشتيل لا تأتي يعني لا تتطابق مع تصريحات صاحب عريقاته الذي قال بالأمس أن في هذه المرحلة السلطة الفلسطينية لن تنسحب من جامعة الدول العربية. أشكرك أزهم حبيب الله، ونبقى في رام الله مع دكتور نبيل عمر. دكتور نبيل، أنت شخصيا طالبت أولا الأراضي الفلسطينية يعني تتشح بالسواد وستتشح غدا بالسواد، وأنت شخصيا طلبت بأن تخلع الأراضي الفلسطينية هذا الثوب الأسود وألا يرفع عالم سوى العالم الفلسطيني في هكذا اليوم. إذن كيف على الفلسطيني أن ينظر إلى يوم غد في واشنطن؟ الأنظار تتجه إلى واشنطن، اتفاقيتان منفصلتان مع دولتين خليجيتين في غضون أيام قليلة توقعها إسرائيل، بعدما قال نتنياهو بأن 26 عاما يعني استغرقت لإبرام اتفاقية ثالثة مع دولة عربية. وما سيجري غدا هو عمل مضر كثيرا بالمسار الفلسطيني تجاه السلام. المسار الفلسطيني تجاه السلام أقيم على مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبدأ أننا مستعدون للذهاب بعيدا في أمر السلام مع الجانب الإسرائيلي، شريطة أن يكون العرب ظهيرا لنا وليس السباقين في التطبيع مع إسرائيل. لذلك أنا أعتبر أن ما سيحدث غدا هو ابتعاد جدي عن السلام مع الفلسطينيين، وهذا أمر مؤسف للغاية. ودعني أقول أنه في زمن سابق مصر هي الدولة العربية الأكبر والأكثر نفوذا والأقوى، ومع ذلك قامت بسلام مع إسرائيل، ولكن السلام المصري مع إسرائيل لم يأتي بسلام إلى المنطقة، بل على العكس من ذلك زاد التوتر وابتعدنا جميعا عن فرص السلام. أنا لا أرى أن ما سيجري غدا في البيت الأبيض هو احتفال بسلام حقيقي أو بوضع أسرة سلام حقيقي، بقدر ما هو محاولة لتدعيم وضع الرئيس ترامب في الانتخابات وتحسين وضع إذن هناك من يصفها أيضا بالمقامرة السياسية وأنها ضغط أمريكي على بعض الدول لا سيما البحرين من أجل تطبيع العلاقات. هل تتفق بأنها مقامرة سياسية محفوفة بالمخاطر وغير محسوبة سياسيا في المنطقة؟ تمام، هذا صحيح 100%، لأن الذي فعله السيد ترامب ليس سلاما حقيقيا وإنما تلفيق توليفة معينة يستفيد منها هو، وهذا أمر أصبح واضحا للجميع
كذلك يستفيد منها قدر الإمكان نتنياهو. أما الفلسطينيون الذين لا أدعوهم للرفع راية سوداء، وأن الرفع العلم الفلسطيني في سمائهم، لأن السواد يعني حداد يعني حزن يعني كذا، وهذا وقت العمل السياسي الجدي لوقف قطار التطبيع ولإثبات أن القضية الفلسطينية هي الأساس في هذه المنطقة، ومن لم يستطع أن يقدم حلا يرضى عنه الفلسطينيون لن يقدم حلا لا بكوسوفو ولا بصربيا ولا بالبحرين ولا بالإمارات. نعم سيد داني أيالون، استمعنا إلى ما قاله دكتور نبيل بأن الاتفاقات عمليا بين إسرائيل والدول العربية، إن كانت عمليا البحرين أو الإمارات، هي تبعد السلام الفلسطيني. في هذه الحالة إذا ما كان هذا الأمر فعليا يبعد السلام الفلسطيني، وتشير التقارير أيضا إلى أن التقارب الإسرائيلي مع الدول العربية هو منذ سنوات، إذا بهذه الحالة هل كان السلام الفلسطيني منذ البداية بعيدا، أم أن التقارب في الآونة الأخيرة هو ما أبعد هذا السلام؟ أنا لا أوافق. أنا أعتقد أن الأمر متعلق بكيفية تعاطي القيادة الفلسطينية مع الموضوع. يؤسفني أن أسمع أن القيادة الفلسطينية هي ضد السلام. السلام لا يأتي على حساب الفلسطينيين. إذا ما كان السلام على حساب الفلسطينيين، نحن مررنا بسبعين عاما بلا سلام مع الدول العربية، ولكننا لم نصنع السلام مع الفلسطينيين. لا يجب سلام واحد أن يكون على حساب سلام مع الفلسطينيين. أنا استمعت إلى الضيف الكريم وسعدت حينما قال أنه لا يجب رفع الرايات السوداء وإنما رفع الرايات الفلسطينية، ولكن هذه الرايات يجب أن تسير باتجاه مسار سياسي يفضي إلى التفاوض مع إسرائيل. أنا أعتقد أن القيادة الفلسطينية ليس اليوم فقط ولكن منذ سنوات طويلة حاولت الضغط على إسرائيل بواسطة الأمم المتحدة أو بواسطة دول العالم من أجل الوصول إلى السلام. يجب أن نصنع هذا هنا في القدس في رام الله، وليس في الأمم المتحدة وليس في أي مكان آخر. الدول العربية كيفما نراها الآن تفهم أنها لا تستطيع أن توقف مصالحها بسبب الرفض الفلسطيني. لذلك نحن نرى أن وضعا جديدا نشأ في الشرق الأوسط. هناك تهديد إيران وتهديد حزب الله. من هي الدول أو الكيانات التي تعارض السلام؟ حزب الله، إيران، ولنقل الجماعات المتطرفة كداعش والقاعدة. ولماذا تكون السلطة الفلسطينية في هذا المعسكر؟ نحن أمام مفترق مهم. السلطة الفلسطينية يمكن أن تسير باتجاه إيران وحزب الله أو أن تسير باتجاه السلام. هذا لن يكون بسيطا، لكن لا يتم أمر واحد على حساب الآخر. أن تنجز إسرائيل اتفاقيات سلام مع دول عربية، هذا يساعد الجميع، هذا يساعد السلام، هذا يعزل المتطرفين بقيادة إيران، وآمل أن يعيد المفاوضات. ابقى معي لو سمحت. يعني مروان عثامنا مراسلنا ينضم إلينا من مدينة القدس. مروان أهلا بك. إذن بنيامين نتنياهو يطير إلى واشنطن وحيدا على رأس وفد وزير الأمن لم يرافقه، وكذلك وزير الخارجية لم يرافقه، وهو يعني يوصف بأنه أخذ هذا الملف على عاتقه. إذن كيف ينظر الإسرائيليون إلى هذا الأمر والساسة بالطبع؟ نعم محمد، إذا ما شئت نبدأ مع الساسة، فإن الساسة في إسرائيل يرون في هذا الموضوع هو تجاوز لكل الأعراف السياسية المتعارف عليها متعارفة في إسرائيل بخصوص مواضيع من هذا الشأن، وبخاصة توقيع صفقات أو اتفاقيات سلام. فدأبت العادة على وجود وزير الخارجية وزير الأمن أو عدد من الوزراء من ذوي العلاقة في أي من الاتفاقات المشابهة، لكن نتنياهو محمد يحاول تسويق هذا الإنجاز على أنه إنجاز شخصي له وليس إنجاز لدولة إسرائيل، وإنما علاقات شخصية بفضل علاقات نتنياهو بالبيت الأبيض التي أفضت بدورها لاتفاقيات سلام أو علاقات تطبيع مع الإمارات والبحرين ولربما عدد آخر مقبل من الدول العربية. نتنياهو يريد تجنيد هذا الموضوع على أنه هو إنجاز له
وحده على أنه السياسي الأقدر والأجدر في إسرائيل. نعم. لكن مروان يعني في الفترة الأخيرة تزعزعت بعض الشيء القاعدة الشعبية لنتنياهو، نرى مظاهرات أمام منزله أمام مقر رئاسة الوزراء، هذه الشعبية التي تضعضعت قليلا، هل يمكن لهكذا اتفاقيات سيبرمها غدا ويوقعها أن تعزز من شعبيته مرة أخرى؟ بطبيعة الحال الاتفاقيات الحالية هي اتفاقيات هي تأتي من باب رد الجميل بداية للرئيس ترامب الذي يخوض معركة انتخابية وشيكة ويريد إنجازات يمكن أن يسوقها لقواعده الانتخابية، وبالتالي موضوع مثل إرساء السلام بين إسرائيل وعدد من الدول العربية يمكن أن يخدم ترامب بالدرجة الأولى. نتنياهو يعيد له بعدما كان قد ترامب قدم لنتنياهو السفارة الإسرائيلية وموضوع القدس وغيرها من المواضيع أثناء خوض نتنياهو حملاته الانتخابية. بالتالي موضوع زعزعة الثقة التي تتحدث عنها محمد، الاستطلاعات الأخيرة بالرغم من تراجع شعبية نتنياهو إلى أن نتنياهو يبقى المتصدر للاستطلاعات الرأي التي تشير أنه الأجدر بقيادة الحكومة الإسرائيلية بالرغم من كل المساوئ وبالرغم من كل ملفات الفساد التي يشار إليها وقرب بدء محاكمته وما إلى من هذه التفاصيل. بالتالي يبقى نتنياهو هو السياسي الأبرز في إسرائيل، وهذا ما يحاول أن يسوقه نتنياهو حقيقة ويحاول أن يبتعد به أو أشكرك يحاول جزيل أن يخلق لنفسه هذا النمط أو هذه الصورة. نعم مروان عن ثامنة كنت معنا من مدينة القدس، سنعود إليك مرة أخرى. نعم دكتور نبيل أنتقل إليك، يعني عمليا استمعنا إلى ما قاله رئيس الوزراء الفلسطيني شتية بأن الدعوة إلى الدول العربية برفض الخطوة الإماراتية والخطوة البحرينية وعدم المشاركة بهذه الاحتفالات المقامة غدا أو المراسم إذا ما أطلقنا عليها، إلى أي مدى في حال قدمت الدول العربية أو عمليا ممثلين عن الدول العربية إلى هذا الاحتفال سيكون إشارة على وضع الملف الفلسطيني جانبا؟ خليني أولا أعود إلى السيد أيلون عندما تحدث أن الفلسطينيين مخيرين إما أن يذهبوا إلى معسكر الإمارات والذي سماه معسكر السلام أو إلى إيران. لا، نحن لسنا مخيرين لا إلى الذهاب إلى هنا ولا إلى هناك. أنصح السيد أيلون أن يقرأ آخر تصريحات للسيد بنيامين نتنياهو. إذا كانت هذه التصريحات هي السلام فكيف يقبل الفلسطينيون أن نقول لهم الضم ما يزال موجود، الدولة الفلسطينية لن تكون على الإطلاق جزر متناثرة سموها دولة إن أحببتم. شو جابرني أنا كفلسطيني أقبل هذا؟ هل هذا اسمه سلام؟ أعطيني حقوقي اللي كفلها المجتمع الدولي ويا مرحبا بالسلام، لأنه إحنا ذهبنا إليه أصلاً. إحنا اللي بدأنا عملية السلام الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن الذي أدى إلى أن تتدهور إلى الحل الذي نراه الآن هو أن الليكود جاء إلى الحكم لتقويض هذه الفرصة، وهذا كان هذا برنامجه. لذلك أنا بقول خلاصة القول، نحن كفلسطينيين نريد سلام يقوم على أساس الشرعية الدولية، سلام يحقق للشعب الفلسطيني أبسط حقوق الإنسانية وحق تقرير المصير الذي يعترف به العالم كله، وأن لا يؤخذ من الأرض الفلسطينية التي احتلت في العام 67 إلا تبادل بالقيمة والمثل لا يتجاوز 4%. نعم. كما تم الحديث عنه في كامب ديفيد. إذا كان هذا أهلا وسهلا، نحن كفلسطينيين جاهزون لذلك. أما إذا القصة أن يأخذوا منا 30% وفق خريطة ترامب كفلسطينيين ونوافق على ذلك ونقول نحن مع السلام ومسامحينكم ب 30% من الأرض الفلسطينية وهي في جزر مغلقة لا حدود لها مع أي مكان في العالم، أنا هذا يجب كل مثقف إسرائيلي وكل سياسي إسرائيلي أن يدرك أن هذا ليس سلاما بل هذا فرض أمر واقع خطير على الشعب الفلسطيني. دكتور نبيل ابقى معنا لو سمحت، يعني سيد داني استمعت إلى ما قاله دكتور نبيل، أعرف أنت تريد التعقيب على ما قاله، إذن الفلسطينيون لم يعني يقبلون في المفاوضة، يقبلون بالحل لكن على أساس دولة فلسطينية على حدود 67 ولا تنازل أكثر مما قدموه.
بداية أنا أحترم الدكتور نبيل وما قاله. أنا أستطيع أن أتفهم وأنا أؤكد له أن غالبية الإسرائيليين يأملون ويتوقعون ويتمنون للشعب الفلسطيني أن يحصلوا على حقوقهم. هذه مصلحة إسرائيلية أن نصل إلى سلام حقيقي وقائم مع الفلسطينيين، لأنه في نهاية المطاف هذا ما سيجلب الرفاهية والازدهار للجميع ووقف سفك الدماء. بما قاله الدكتور نبيل، المفاوضات لثلاث مرات استندت إلى مبدأ مناطق 67 مع تبادل الأراضي. مرة واحدة كان هذا في العام 2000 في كامب ديفيد، الرئيس كلينتون مع يهود باراك وياسر عرفات. المرة الثانية كان هذا في أنابوليس، كان أبو مازن مع يهود أولمر والرئيس بوش. وفي المرة الأخيرة وربما أفاجئ المشاهدين، في المرة الأخيرة كان هذا في العام 2014 حينما كان الرئيس أوباما سيد البيت الأبيض، ومرة أخرى كان رئيس الوزراء نتنياهو وأبو مازن. حتى تلك المفاوضات ارتكزت على مبدأ 67 وتجميد الاستيطان نزولا عند طلب الرئيس عباس، وهذا لم يجلب السلام. إسرائيل كانت مستعدة ولكن لم نحصل على إجابات من عرفات. تلقينا على إجابة سلبية من عباس، لم نتلقى أي إجابة. أنا لا أعتقد أنه يجب إلقاء التهم الآن واللوم، هذا لا يصنع الثقة والمستقبل. أنا أقول لنضع جانبا الشروط لنجلس. أنا أستطيع أن أقول لك من تجربتي، وأنا عملت في هذا الملف لسنوات طويلة، اليوم للأسف لا توجد شروط مسبقة بسبب السياسة الداخلية في إسرائيل والسياسة في السلطة الفلسطينية، بسبب الوضع في العالم. لا يمكن أن نجد حالة مثالية متكاملة بين مطالب وشروط الفلسطينية وشروط الإسرائيلية بشكل يمكن أن يجلب اتفاق ثابت. لنصل إلى اتفاق مؤقت طويل المدى، وهذا ما اقترحه، اتفاق وسط لسنوات طويلة فيه لا يتنازل الفلسطينيون عن مطالبهم وإسرائيل لا تتنازل عن شروطها. في هذه الحالة سيد داني أيلون، يعني في حال ما تقول بأن الجانب الفلسطيني ليفاوض ليدخل أيضا مباحثات السلام، هل سيكون هنالك عودة، مسار عودة إلى حدود 67 مرة أخرى، أم أن ما عرض في خطة الضم دعنا نقول في صفقة القرن هو ما يعرض الآن على الطاولة ولا عودة إلى حدود 67؟ أنا كنت أقول على بالنسبة للأساسات، لنضع جانبا الأسس للعملية السياسية. اليوم نحن نعرف مبدأ عام 67 لا يوجد إجماع داخل الشعب اليهودي، على قاعدة خطة ترامب لا يوجد إجماع عند الشعب الفلسطيني، حتى داخل الشعب اليهودي لا يوجد إجماع فيما يتعلق حول خطة ترامب. هناك المتطرفون المستوطنون يقولون أن خطة ترامب سلبية لأنهم يريدون كل الأرض، وهناك اليسار الإسرائيلي الذي أيضا يعارضها. لذلك لنصل إلى حل واقعي قابل للتنفيذ. سيد داني ابقى معنا لو سمحت. دكتور نبيل، أيضا بعيدا عن المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، رئيس الوزراء الفلسطيني دعا أو كانت هناك دعوات فلسطينية للانسحاب، فصائل دعت للانسحاب من الجامعة العربية، بعض الآخر دعا لتصويب العلاقة مع الجامعة العربية بعد تطبيع البحرين والإمارات علاقاتهما بشكل وصفه الفلسطيني بالمجاني مع إسرائيل. هل هذا الحل للتعامل مع الدول العربية برأيك، لا سيما وأن هناك دول ستقدم على تطبيع أخرى، ستقدم على تطبيع العلاقات، وربما عمان والسودان ليست ببعيدتا عن ذلك؟ دعني أفسر لك دوافع الأقوال التي تجري أكثر من أنها ستتحقق أو لا، بعدين بجاوب على هذا. الدافع الذي جعلنا نتحدث أو جعل كثيرين منا يتحدثون حول الجامعة العربية هو أن الفلسطينيين لم يفاجئوا بتطبيع الإمارات والبحرين، ولكنهم فوجئوا بالموقف العربي من هذا التطبيع الذي يميل إلى الحياد أو يميل إلى الدعم.
يعني حتى عندما تقدمنا بطلبنا في جامعة الدول العربية مشروعنا والمنسجم مع سياستنا كفلسطينيين لم نجد دعما عربيا لهذا، ووجدنا أن الأمور صارت باتجاه آخر، فصدم الفلسطينيون صدمة، ومتعودين على أن الجامعة العربية دائما بتدعم وبتأيد وحتى بتدلل في حالات كثيرة. عندما وجدنا هذا الصد في الجامعة العربية ستسمع ما تسمع من أقوال، لكن أحب أن أقول لك أننا لن نغادر الجامعة العربية، ولا يجب أن يفكر أحد بهذا. ممكن جدا أنه لما زالت الجامعة العربية فيها دول كثيرة تعطف علينا وتتعامل معنا وتقدم الدعم لنا، ولما التسرع التطبيع سيثبت أنه فاشل، لأن كما قلت لك مصر الدولة الأعظم أقامت سلام مع إسرائيل ولم يتعمم هذا السلام على المنطقة. إذن أنا لازلت أقول أن الموقف العربي سواء أعضاء الجامعة أو غيرهم يجب أن لا نغادره، يجب أن لا نبتعد كثيرا عن حاضنتنا العربية، الحاضنة التي تضم دول عربية كثيرة لم تقم علاقات مع إسرائيل، وأعتقد أنها أيضا لن تقيم هذه العلاقات على المدى المنظور. نعم، شكرا لك دكتور نبيل، وزير سابق ومستشار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. شكرا لك أيضا سيد داني أيالون نائب وزير خارجية الأسبق. شكرا لكم مشاهدينا، ولكن دقائق قليلة ونعود لمناقشة ملفنا هذا اليوم بالتغطية الخاصة بمحور مختلف. ابقوا معنا.